في أجواء احتفالية أعلن عن انطلاق مهرجان أكتوبر فيست في مدينة شفاعمر. مهرجان بات محطة هامة في الحياة الثقافية في منطقة الشمال كافة، بل وبات وجهة سياحية هامة. قبل 3 سنين كنت قاعد أنا وشباب الإدارة عندي واقترحوا هذا المشروع إنه نعمل فيستيفال بيرة، نفوت ثقافة جديدة على البلد. حبينا الفكرة، اشتغلنا عليها منيح مثل ما لازم، وأول سنة كانت طبعاً كتير ناجحة، وصارت الحمد لله كل سنة يعني ناجحة أكثر من الثاني. حسينا إنه إحنا بشفاعمر وبالمنطقة وضواحي ضواحي شفاعمر عندنا نقص من ناحية الثقافة الفنية وهي المهرجانات، فجبنا هالفكرة من ألمانيا وحييناها في مدينة شفاعمر. نشكر الله في تقبل كتير من أهل البلد. أي واحدة من الكام؟ المهرجان يعتمد على تسويق البيرة والترويج لكل ما هو جديد في عالم نكهات البيرة. حبينا نعمل بيرة اللي هي خاصة فينا، فلما كنا نجرب نعمل كنا نعمل شغلات اللي هي خاصة تكون غير شكل، مش انه كنا نعمل كمان بيرة، بدنا نعمل بيرة اللي هي بيرة تميزنا. فمن هنا عملنا طعمات اللي هي عن جد بتميزنا، اللي يعني بتلاقيش اي محل بالبلاد فيه منها. أكتوبر فيست شفاعمر يعتبر المهرجان العربي الوحيد في البلاد، والقائمون عليه يشعرون بنشوة النجاح لإدخالهم ثقافة غربية بحتة لاقت تقبلاً واستحساناً من الزائرين الشباب والكبار. في ناس تتقبل في ناس تتقبلش، حسب يعني كل واحد عدينه الله يعينه. في ناس تقولك حرام، في ناس تقولك كثير شغلات، بس إحنا يعني كل حرية بتدفعي وبتفوتي، مش فيش إشي مجاني، وهذا الإشي الحلو، يعني أنت بتختاري تيجي بالضبط. أجواء مغايرة للبعض، لكنها في نهاية المطاف تبقى محطة ثقافية اقتصادية هامة استطاعت أن تحظى باتفاق الجميع عليها. من ميونخ إلى شفاعمر نقل أكتوبر فيست إلى هنا بنسخة عربية محلية تحمل باقة فنية فريدة وبحضور شبابي أكد تمسكهم بتراث التعايش بلا تطرف أو كراهية. من مدينة شفاعمر لليوم على الحرة عناب حلبي.